بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الغالين المتابعين، بداية الحديث وياكم، اذكروا الله وصلوا على النبي محمد، اذكروا الله وصلوا على النبي محمد. هل عليكم بالخير واليمنة والبركات؟ هذا هلال رمضان، الصلاة على رسول الله، اللهم صل عليك يا محمد، اللهم يا رب العالمين اشف أمة محمد، اللهم افتحنا المساجد للتراويح ان شاء الله، ما شاء الله، والصلاة على النبي محمد. شفتوا هذا هلال رمضان، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الله يشفيكم ويخبر ان شاء الله امواتكم ويشفي ان شاء الله امراضكم. الصلاة على النبي، هذا من قدام البيت من الشارجة، عسى الله يحميكم طول اعماركم يا رب. خلاص هذا ما شاء الله خالد خال الحين، خلاص ما عندي شغل عادل اليوم. اسمحوا اعزائي حبايبي نور عيني متابعيني في هذا اليوم في هذا الشهر الكريم، شو اقدم لكم؟ الطيب، عسى الله يطيبكم ان شاء الله في جناته، قولوا امين. شفتوا لكم الطيب، هذا نحن يوميا في البيت الحين مع العيال، هذا عايشين اجواءنا الرمضانيه الحمد لله رب العالمين، نحب الأجواء الرمضانية. عسى الله يطول أعماركم ويبارك إن شاء الله في حياتكم ويشفي إن شاء الله أمراضكم ويخلي يا ربي أولادكم ويستر على أعراضكم، قولوا آمين. أعزائي المتابعين، اليوم شفت فيديو أنا والله أو كلام واحد نزل فيديو حلو حلو حلو، جزاه الله خير من تكلم طول الله عمره، يقول يا جماعة لا تحطون الفطور أنواع وأشكال من جميع الأكلات والحلويات أو السحور أو الغبقة أو الفال وتعرضونها بالتلفون. كلامه صح، أن في ناس فقراء مساكين في دول العالم، واليوم التواصل الاجتماعي يوصل لكل العالم وبقاء على الأرض، في ناس مساكين محرومة في الحروبات في المخيمات، أهل الخير وايدين، لكن الإغراءات يعني مثل واحد يشوف بعينه حد قادر وحد مش مستطيع، فبعد النعمة زوالة، داروا عليها ولا تحرجون. احنا اصحاب المطاعم نعرض للبيع، احنا نختلف، نحن نعرض منتوجاتنا، نقول عندنا هريس وعندنا القيمات وعندنا كذا، نعرض منتوجات، لكن في بعض الناس لا يعرضون سفرتهم، فالسفرة اليومية في البيت كل يوم نوع، شوفوا عشاننا وشوفوا غداننا وشوفوا، هذا شوي مثل ما قال الفيديو شوية يعني التحفظ زين، الله يطول أعماركم ويزيدكم إن شاء الله من نعيمة يا رب العالمين. أما إحنا أصحاب المطابخ والمطاعم